أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس حا، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس: حدثني جندب بن سفيان، قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاه مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندبا البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم اضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي وجيراني واهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد نسكا فقال يا رسول الله ان عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزي جزعه عن احد بعدك حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن اللي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال إن عندي شاة خير من شاتين قال ضح بها فإنها خير نسيكة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء وكان ابو برده بن نيار قد ذبح فقال عندي جزعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن زبيد، سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري. قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد، حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي، حدثني البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال: لا يضحين أحد حتى يصلي، قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جزعه. قال شعبة: وأظنه قال: وهي خير من مسنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثناه ابن المثنى: حدثني وهب بن جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنه وحدثني يحيى بن ايوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا واللفظ لعمرو قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنه من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جزعه هي احب الي من شاتي لحم افاذبحها قال فرخص له. فقال: لا ادري ابلغت رخصته من سواه ام لا. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما فقام الناس الى غنيمه فتوزعوها او قال فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا وحدثني زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم يعني ابن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال فوجد ريح لحم، فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جزع. فقلت يا رسول الله انه اصابني جزع، فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى يعني بن حسان، اخبرنا معاويه وهو ابن سلام، حدثني يحيى بن ابي كثير، اخبرني بعجه بن عبد الله ان عقبه بن عامر الجهني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين اصحابه بمثل معناه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا وكيع عن شعبه عن قتاده عن انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين قال ورايته يذبحهما بيده ورايته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسًا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال: ويقول بسم الله والله اكبر حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوه اخبرني ابو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروه بن الزبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرا يطا في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المديه، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه قال واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن اسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عبايه عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن ابيه عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن رافع بن خديج انه قال يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فاغلوا بها القدور فامر بها فكفئت وذكر سائر القصه. حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن ابي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب، قال: فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال، فلا تأكلوا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب حا، وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا ياكل احد من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام". وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك، اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا روح، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمره فقالت صدق سمعت عائشه تقول دف اهل ابيات من اهل الباديه حضره الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقيه من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافه التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينه قال نعم حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء عن جابر، قال: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئا فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام اول فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع. قال حدثنا زيد بن حباب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور اخبرنا ابو مسهر حدثنا يحيى بن حمزه حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اصلح هذا اللحم قال فاصلحته فلم يزل ياكل منه حتى بلغ المدينه وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مره عن محارب عن ابن بريده عن ابيه حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مره ابو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم فذكر بمعنى حديث أبي سنان. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره. زاد بن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. حدثنا ابن أبي عمر المكي: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا سفيان، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وحدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن مالك بن انس عن عمر او عمرو بن مسلم بهذا الاسناد نحوه وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم ابن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي. قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: ان سعيد بن المسيب يكره هذا او ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن اخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان. قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان، حدثنا ابو الطفيل عامر بن واثله. قال كنت عند علي بن ابي طالب. فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الي شيئا يكتمه الناس غير انه قد حدثني بكلمات اربع قال فقال ما هن يا امير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل، قال: قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت القاسم بن ابي بزه يحدث عن ابي الطفيل قال سئل علي اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافه الا ما كان في قراب سيفي هذا قال فاخرج صحيفه مكتوب فيها «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا».